السلام عليكم. اليوم رانا في المدينة تاع النابة ونضرب جولة، نروح نضرب جولة في المدينة تاع النابة، نكتشف المدينة مع بعض. أنا عمري عندي تقريبا يعني أكثر من 20 سنة جيت على النابة، مريت منها ما قعدتش فيها. كنت نخدم في السد نتاع مكسة في الوكالة الوطنية للسدود، نخدم معاهم في سد مكسة في القالة في بالقرب من طارف. وكنت كي نجي من الاخر مريت من هنا مرة او مرتين بدون ما ندخل في المدينة، ولا ما نعرفش المدينة مليح. وهذه تعود الى اكثر من شي 20 سنة، قريب 40 سنة، في البداية نتاعي نتاع الحياة المهنية. بدين تعود الى اكثر من 40 سنة الان. نعود لها بشغف، شغف المحب، المحبين هو الشغف، الفضوليين كذلك، حب الاكتشاف وحب المتعة بالتجول في ربوع الوطن. إذن نترككم تتابعون هذه الرحلة مع بعض في مدينة عنابة. وإذن خليكم، مرحبا بكم في مدينة عنابة، والسلام عليكم. الله ما تكونش عندنا سيركيلاسيون بزاف. إذا كانت سيركيلاسيون هذه المحطة البحرية، المحطة البحرية تاع مدينة عنابة. من على اليمنى عندنا المحطة البرية، المحطة البرية إن شاء الله ما تكونش كاينة سيركيلاسيون بزاف باش ما نتعبوش، وما نتعبوكمش معانا. أنا هربت من سيركيلاسيون، لقيت روحي هنا يا ندور. أستغفر الله. مع واحد اللي ما يعرفش الطريق ها يكون جديد. هاي كنت حاب ندخل السنترو فيل، انا بديت روحي خرج منه كاع. انا بديت روحي خرج كاع من السنترو فيل. نعاود نرجع، نعاودو نرجعو المركز تاع المدينة. إذن نروح نحوس على بلاصة وين نبات، نبات ساهل. نروح نحوس على بلاصة وين نبات، وأنا توجور نبات في الدورتوار. نروح للدورتوار، ما نروحش للوتيل.
نفهموا شي تقولوا هذا راه يحوش وعنده دراهم وراه يخلص اليوتيوب ما نخلص لا والو. نروح نبات في الدور دوار 150,000 في الليلة وصاي. هذه هي حكايتها إلى يومنا هذا. عمري مازال ما بتش في الوطي على هذا رغم أني ندير فيديوهات كتير على الفنادق لكن ما بروفيتيت ما حتى واحد حتى فندق ما عيطوا لي قالوا لي روح تبات عندنا وصور لنا ولا دائما نرقد في المراقد. هاني بديت مرقد هنايا نروح نشوف المرقد هذا شحال فيه السومة. نروح نديرو جولة جديدة متجددة. إذا تابعونا على القناة نخليكم في عنابة. مرحبا بكم في عنابة. السلام عليكم.